اجتمع بخيلان، فقال الأول للثاني: لماذا أنت حزين هكذا؟ فرد عليه البخيل الثاني: لأن ثمن البنزين ارتفع كثيرا. البخيل الأول: ها 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 ها، لقد اشتريت سيارة إذن. رد عليه البخيل الثاني: لا، اشتريت ولاع. اشترى رجل بخيل 3 برتقالات، قطع الأولى فوجدها متعفنة فرماها، قطع الثانية فوجدها متعفنة فرماها، فأطفأ النور وقطع الثالثة وأكلها. خرج بخيل وابنه في المساء لقضاء السهرة عند أحد الأصدقاء، وفي منتصف الطريق عرف الرجل أن ابنه طرق المصباح مضيئا ولم يطفئه، فقال له: لقد خسرنا بإهمالك هذا درهما، وأمره بالعودة إلى المنزل ليطفئ المصباح. وعاد الولد إلى المنزل فأطفأ المصباح، ثم رجع إلى أبيه فابتدره أبوه قائلا: إن خسارتنا هذه المرة أكبر من خسارتنا في المرة السابقة، فقد أبليت من حذائك ما يساوي 2 درهم. فأجاب الولد قائلا: اطمئن يا أبي، فقد ذهبت إلى المنزل وعدت حافيا.